خلونا ناخد معانا ايضا على تليفون دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي. اهلا بك يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك افندم وكل الساده مستمعي ومشاهدي برنامج التوسعه الكرام. اهلا بك يا دكتور. دكتور كريم، يمكن الكل بات يعلم انه القاره الافريقيه هي واحده من اكثر قارات العالم ثراء، بل انه القاره اذا استقرت سياسيا سوف تستقر اقتصاديا، وبالتالي سوف تكون اقتصاديات هذه القاره هي الاقتصاديات الواعده والاكثر نموا على مستوى العالم. في رايك اهميه اللقاء النهارده ما بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الرواندي بول كاجامي، أهميته من الناحية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي ما بين بلدين مؤثرتين بقوة على الاتحاد أو على سائر دول الاتحاد الإفريقي؟ يعني طبعا بالفعل، يعني زي ما أشرت يا أستاذ إن التجربة الرواندية، يعني إحنا هنا دائما بنتحدث أستاذ يوسف إن التجربة الرواندية هي تجربة رائدة، طبعا رائدة في القارة الأفريقية، وحتى يعني بيقولوا عليها دايما نموذج يحتذى به، رغم أنها دولة صغيرة محسوبة من الدول الصغيرة، عدد سكانها تقريبا 10 مليون والناتج المحلي تقريبا بتاعها برضو 10 مليار ونص دولار، لكن هي دولة ملفتة للنظر منذ عام 2004 و2005 ومنذ انتهاء الحرب الأهلية عندهم اللي كانت في التسعينيات، وهي ابتدت تحقق معدلات نمو كبيرة، معدلات نمو مرتفعة يمكن نصل في عام 2019 إلى 8%، كان بتضم أعلى معدلات النمو في العالم، لذلك هي من الأسواق ذات معدلات النمو مرتفعة، ودولة بتتوسع في كل القطاعات، عندها قطاع الزراعة 30%، قطاع الصناعة 18%، قطاع الخدمات 51%، فهي دولة بتتوسع في كل القطاعات، دولة يعني بعد ما كانت فيها حرب أهلية أصبحت مثلا على سبيل المثال الدولة 48 عالميا في مكافحة الفساد وفقا لتقرير مدركات الفساد، أيضا دولة في مؤشر ممارسة الأعمال 38 عالميا، كل ده خلاها دولة من الدول الجاذبة للاستثمار في القارة الأفريقية، وبالتالي حتى هي دولة يعني يمكن البعض يظن الدول الافريقيه هي دول المتخلفه، لا طبعا رواندا يعني في نماذج كده احنا دايما بنشير بيها في القاره الافريقيه، رواندا كينيا دي دول دايما بنشير اليها، خاصه في مجال التحول الرقمي والحكومه الالكترونيه، هي دوله من بضع سنوات اتجهت نحو الحكومه الالكترونيه وخلافه، وانشات مدن جديده كثيره بتتوسع وبتتوسع في النشاط، القطاع الخدمي عندها طبعا بيحقق معدلات نمو كبيره وخلافه، كل دي طبعا يعني تعتبر نقط مهمه ونقدر نقول عليها نقط مضيئه وتجربه ملهمه لباقي القاره الافريقيه. طبعا التعاون مع مصر فعال، خاصه ان في اكثر من اطار قانوني يجمع الدولتين مصر ورواندا، هم اعضاء في تجمع الكوميسا، طبعا هو تجمع مهم وأهمية كبيرة جدا، والدولة المصرية بتولي اهتمام كبير، أيضا مصر ورواندا هم أعضاء في حوض النيل، رواندا إحدى الدول المنبع ومصر دول المصب، أيضا على الجانب الآخر إحنا قلنا منطقة وأيضا منطقة التجارة الحرة الأفريقية المبادرة أو عفوا الاتفاقية، منطقة التجارة الحرة الأكبر والأهم في القارة الأفريقية، رواندا من الدول اللي اهتمت بيها وكانت من أوائل الدول اللي وقعت فيها، كمان رواندا من الدول اللي نقدر نقول عليها حاضرة بقوة في الفعاليات الاقتصادية اللي بتعملها مصر، كانت حاضرة في المؤتمر الاقتصادي اللي مصر عملته، أيضا يعني نقول إن في زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري والرواندي، أيضا على الجانب الآخر كانت مؤتمر معرض الدفاع ايدكس، الاسلحه الدفاعيه تكنولوجيا الدفاع والمعدات والاسلحه ايدكس 2021، كان وزير الدفاع الرواندي كان حاضر ايضا ويمكن حاضر اكثر من مره، بالاضافه لان يعني شركه المقاولون العرب اللي عليها الزراع الاقتصادي لمصر في القاره الافريقيه كانت انشات منذ بضع سنوات مبنى وزاره الدفاع الرواندي، يعني في تعاون وثيق وقوي بين الدولتين، كان من بضع سنوات في 2017 برضه كان مقترب من 9 شركات عقاريه مصريه كبرى اقتحمت السوق الرواندي، فاحنا هنا بنقول لما تكون دوله زي رواندا بتحقق معدلات نمو كبيره فده معناه ان السوق واعد، ده معناه ان الطلب في بيزيد، لان محقق انا زي ما كنت بقول دي يعني تقريبا محققه متوسط معدل نمو اخر 10 سنين ولا حاجه تقريبا 7% متوسط نمو، في سنوات وصلت 10%، فهي من اعلى معدلات نمو في العالم وليس في افريقيا بس،
فلما يكون عندك دوله بالحجم ده معناه ان بيبقى هيبقى فيها زياده في الدخول، زياده في الاستهلاك لدى شعوبها ولدى مواطنيها، وبالتالي انت محتاج تصدر لهم. هو طبعا يعني احنا للاسف حجم التجاره بين مصر ورواندا ضعيف، 25 مليون 40 مليون ده كلام بنقول عليه كلام ده قليل وضعيف، فانت طبعا محتاج تنمي حجم تجارتك معاهم، تصدر لهم سلع ومنتجات، خاصة ان هم بيستهلكوا السلع والمنتجات اللي مصر بتصدرها للخارج زي مواد البناء والبويات والمواد الكيميائية والأجهزة المنزلية وخلافه، كل دي والحديد والصلب وده كلها دي مواد هي بتستهلكها وبتطلبها، وبالتالي فهي فرصة وسوق لمصر. يعني تعتقد يا دكتور كريم انه بعد لقاء اليوم انه الميزان التجاري ما بين البلدين هيبقى ليه حجم اكبر مما سبق؟ هو طبعا الميزان التجاري، احنا الميزان التجاري ده بنشير اليه لما نتحدث عن الفرق بين الصادرات والواردات، هو لصالح مصر بشكل كبير، يعني هو صالح مصر بنسبه 95%، ولكن احنا عايزين نزود حجم التجاره. عايزين نزود الحجم. بالفعل، طبعا اكيد العلاقات بين الدول طبعا اكيد هتتقوى اكثر واكثر وهتتواصل، وهيكون في تفاعل بين الرئيسين، وهنبتدي نوقع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات، وهتبقى في زيارات متبادله لرجال الاعمال ذهابا وايابا، واحنا ممكن نستورد منهم كمان. هي دول على فكره مصدره للشاي والبن، هي دوله اصلا يعني عندها توسع كبير، دوله مصدره للبن، يعني دول كبرى مصدره للبن بالاضافه للفواكه والموز والاناناس يعني وبعض المواد الاوليه، فدي برضه مواد احنا ممكن يعني نشجع نقوي علاقتنا التجاريه بيهم ونستورد منهم تلك المنتجات مقابل نصدر لهم منتجات مصريه طبعا. كمان حتى يعني دول الجوار بالنسبه لها زي كينيا على سبيل المثال، وهي دوله قريبه منها ومن دول شرق افريقيا، احنا عندنا منطقه لوجستيه في كينيا، منطقه تجاره لوجستيه، احنا ممكن تسهل لنا بشكل او باخر ان احنا نصدر مزيدا من المنتجات الى رواندا. كمان رواندا من الدول اللي بتحب تلعب دور في القاره الافريقيه طبعا، واحنا طبعا يعني عندنا مشكله صد النهضه مع اثيوبيا وخلافه، فبالتالي ده بيقوي موقف مصر في التفاوض، لانك انت بيبقى عندك يعني نقول عليه وسطاء كثير وعده بيتعاونوا مع الدوله المصريه علشان نصل الى ما يسمى حل المشاكل الداخليه افريقيا، المشاكل الداخليه الافريقيه صحيح بتتحسب بالشكل الافريقي، كل دي نقط ومبادرات هامه للقاره الافريقيه بتمثل لمصر بعد هام واستراتيجي ومصر لديها. بالتأكيد أنا بشكرك جدا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في حديث على خلفية اللقاء الذي تم اليوم ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الرواندي بول كاغامي.